طيب الآن وصلنا نقطة التجمع، ما شاء الله تبارك الله، حضور كبير جدا، تبارك الله، جهات حكومية مشاركة، شرطة، مرور، منظمين، الله يعطيهم العافية. السوسي هنا والكمورة وقفناها هنا، أقسم بالله الأريوس شوية على طول تحت الجبل. هلا والله، السلام عليكم محمد موسى، الله وبركاته، اسعد الله مساكم بكل خير، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. زي ما شايفين ما شاء الله تبارك الله عدد كبير جدا هنا، شوف عدد الباصات ما شاء الله تبارك الله، ترى غير الباصات هذه في باصات ثانيه الان بصورها لكم ان شاء الله. حنشارك اليوم باذن الله كمسيره لذكرى 88 لتوحيد المملكة العربية السعودية. الله ما شاء الله تجمع كبير والله، ما شاء الله تبارك الله، يعطيكم العافية والله. أهل الخليج مشاركين ما شاء الله تبارك الله. زحمة 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 يا ناس. ها أخذت التيشيرتات؟ مو قالوا أسود؟ طلع أخضر. حلو والله. هلا والله كابتن سامي، منور. كيفك امورك؟ طيبين؟ ميديا ما؟ ايوه هذا هو الرقم المميز تبعنا، يعطيك العافية. امورك؟ الحمد لله السلام والله. الله يسعدك. والله منور ابو معتز. هلا والله. فين الشوكولاتة؟ الشوكولاتة السحرية. وهذا شكل التيشيرت. ايوه هايكينج السعوديه. ايوه طبعا اهل عمان حاب يشاركوا معنا في هذه المناسبه في ذكرى اليوم الوطني. مره مندمج. يلا حيهم. سرم في قدر زيك ترى. والله انا حغير الكاميرا، حروح اجيب سوني ما دام انت اخذت كانون. 16 نفر جينا ما شاء الله. إيه. الله هذا معانا من ميسان. من ميسان ها؟ النعم والله. هلا والله، هلا مرحبا، السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب اهلا وسهلا، اهلا بالثنائي المرح، كيف حالكم؟ طيبين؟ هلا والله. لا والله جبنا. شوف الباصات هنا كم، تقريبا اكثر من 15 الى 20 باص. هلا هلا والله. هو انت معك السوسو؟ يعني طلعنا اخوان ها؟ لكن للاسف انا اليوم معي كموره سوسو مريحه، ما حنجيبها هنا في الاماكن هذه، صعبه نجيب السوسو هنا. السلام عليكم، كيف حالك يا عم؟ السلام عليكم. انا بالي مليان الباص. الله يبقيك. متجهين الى برحرح. برحه ولا برحرح؟ طيب وصلنا في حديقة برحرح العائلية، حديقة برحرح العائلية. تعالوا من الباب اللي هناك يا شباب، الباب اللي هناك فيه. تعالوا من الباب اللي هناك. وين اشوف الشباب تصوروا كلهم. وين دخلتم وين خرجتم؟ والله ما ادري وين دخلنا. ما احنا ما لقينا الباص. شوفوا ما شاء الله العدد الكبير جدا جدا جدا. والكل مبتسمين مندهشين مبسوطين، الله يعطيهم العافية. ركبوني معاكم فني فني. كيفكم طيبين؟ والله باص المنظمين انا عارف، عشان كذا اقول لك ليش كذا يا اخي. وصلنا اخيرا. ايش هذا؟ الشباب الحمد لله على سلامتهم، جولة سريعة جدا 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 جدا. السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب كيف امورك؟ مبسوط؟ اوه
مكة منورنا. طبعا ما شاء الله تبارك الله كينج السعودية مدلعين هالمرة زي ما تشايفين فراش النوم وكل شيء ما شاء الله. خدمات 5 نجوم 7 نجوم ها. هلا والله ما شاء الله انت متكشخ انا تعبان كل حل والله مشكلة انا جاي من السفر ها. يعطيك العافية. مشاركة اخواننا من الامارات الشقيقة. يا هلا والله. طيب الجماعة قاعدين يصلوا العشاء، طبعا احنا صلينا جمع وتقديم. كذا بننهي التغطية الحصرية ان شاء الله بإذن الله، بعدين تشوفوا فلوق من يوم ما طلعنا من يوم وصلنا هنا وإلى آخره بإذن الله. فأقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وكن مبتسما دائما في أمان الله. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل، بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل.